هو وليد مخاض طويل لحضارات عدة. في الأيام التي سبقت الصوم الكبير، عبر الكاثوليكيون على مدى قرون عن ملذاتهم رقصاً. في باهية، 300 سنة من العبودية منحت الأفارقة حب الطبول والرقص. مخاطر الأمازون وتحدياتها أعطت الهنود الحمر الشغف للموسيقى والرقص كملجأ من تهديدات الطبيعة وتقلباتها. الإصرار والتحدي الذي جعل من البرازيل وجهة للسياحة والرياضة في العالم، وحول ساو باولو إلى محرك الصناعة والتجارة فيها، كل هؤلاء اجتمعوا في حدث فريد ومميز، الكارنفال. الليل لا يزال أوله. على ما يبدو، سوء الأحوال الجوية لم تمنع الناس من التوافد إلى الساحة المركزية للعرض، السامبادرومو. في الساعات القليلة المقبلة، سوف تمتلئ هذه المدرجات بعشرات الآلاف من الجماهير الذين دفعوا بين 40 إلى 600 دولار للمشاهدة. أكثر من 50 مليون مشاهد سيتسمر الليل أمام شاشات التلفزة. بالنسبة للبرازيليين، إنه الحدث الذي عنده تتوقف الأرض عن الدوران. المشتركون هنا يعيشون نوعاً مختلفاً من الحماس. سنة كاملة من الجهد والعمل الشاق سيخضع للاختبار الأخير الليلة. التوتر ينمو مع الدقائق، بينما ينهمك البعض بالتصوير والمقابلات الإعلامية. يسارع البعض الآخر للبحث عن مواقعهم، ويبقى من يجوب المكان ذهاباً وإياباً بانتظار إشارة الانطلاق. تجتمع التناقضات بين الكرنفاليين هنا. لا فرق بين مشارك صغير وكبير. في الحقيقة، لا ظروف يمكن أن تعيق وصولهم إلى هنا، ولا حتى احتمال مخاض على ما يبدو. فرق الصيانة والتجهيزات تدلي بلمساتها الأخيرة. لابد من التأكد من سلامة العربات، فالأمطار لم تكن ضيفاً متوقعاً لهذا المساء. مع بدء العد العكسي للعرض، يبدأ الاستعراضيون باتخاذ مواقعهم الأخيرة. بعض هذه المواقع قد يزيد علوها عن طابقين، لكن لا مشكلة، حاملات مخصصة ستتكفل بإيصال كل منهم إلى مكانه المفروض. البعض قد يحتاج إلى مرافق في رحلته إلى الأعلى حتى يضمن الأمان من خطر الوقوع أو التدحرج. تضيء الألعاب النارية السماء، تنذر باللحظة الحاسمة، الكارنفال قد بدأ. تصدح أنغام السامبا في الأرجاء، وتنبض الساحات صخباً. إنها الموسيقى التي تختصر الحب والوطن والتراث. يردد الجميع الأغاني بملء أصواتهم، وتستسلم الأجساد لإغراء السامبا. تتخافق الأرجل بالرقص على إيقاع يبدو لسرعته خدعة بصرية، يخفي وراءها السامباويون سحراً برازيلياً. كل ما في المكان يعبر عن تاريخ البرازيل وتنوعها. كل ما في المكان يضج شغفاً وحماساً. ولكن مهلاً.
في المشهد هنا ما يثير الشكوك والحيرة، شيء ما لا يبدو مفهوماً. فرق منظمة، أزياء موحدة، ومواكب من العربات الضخمة تجوب المكان. أين فتيات السامبا العاريات؟ رموز الكرنفال والعملة الجاذبة لملايين السياح يكاد يغيب عن الصورة وجودهن. الأمر محير فعلاً. يبدو أن ما في خيالنا من صور للكرنفال يكسرها الواقع هنا. عند الخط الأصفر هذا تبدأ الرحلة. تتقدم تاتوابي مدرسة السامبا الشهيرة إلى داخل السامبا درومو. في غضون 60 دقيقة، على 4000 استعراضي، 300 طبال، 35 نوعا من الأزياء، 8 أنواع من العربات الضخمة، أن يقطعوا مسافة كيلومتر. عن قرب كل يتحرك على إيقاع مختلف، ولكن عن بعد تبدو المدرسة بأسرها متناسقة كلوحة فسيفساء. كل ذلك لمدرسة واحدة على مدى ليلتين 13 مدرسة أخرى ستقدم عروضاً مختلفة، كل واحدة تكبر سابقاتها. لا تنفق التاتوابي 3 ملايين ريال، أي ما يقارب 1.5 مليون دولار، بهدف التسلية والإمتاع فحسب. تسعى المدرسة بعد سنة من العمل الدؤوب لنيل لقب البطولة. تتحول الساحة فجأة إلى حلبة صراع. يتوزع على طول السامبادرومو 40 حكماً، كل 10 منهم مسؤول عن تقييم جزئية معينة. تحتسب العلامات في نهاية العرض ويعلن عنها في الأربعاء الأول بعد الكرنفال. تتنافس المدارس بشراسة على المراتب الأولى، فالمعدلات الأدنى قد تخسر فرصة المشاركة في السنوات المقبلة. هذا ما لا يتمناه أحد هنا. تختار المدرسة كل سنة موضوعاً مختلفاً لموكب السامبا. قد تعبر الفكرة عن شخصية مشهورة أو عن حدث تاريخي معروف، وقد تعبر أيضاً عن مناسبة ما أو قضية تحرك الخيال والروح. كل التفاصيل تحتسب في هذه اللحظات، بعضها قد تزيد أهميتها عن غيرها. للأغنية المختارة نصيب كبير من التقييم، تصميم الزي، الرقصات المختارة، أسلوب عرض الأفكار، كل هذه الأمور توضع تحت مجهر الاختبار. ولكن أمراً ما يبقى الأهم، ملكة المدرسة وحاملة عالمها. تخطف الملكة في زيها الذي يمزج بين الريش والحرير والأحجار الكريمة، والتي خصصت المدرسة له أكثر من 100,000 دولار اهتمام الحكام والجمهور، وتتحول فور ظهورها إلى نجمة الحدث والمكان. ولكن للنجومية هذه مسؤوليات تقع على عاتق ملكة كل مدرسة. Durante o desfile é a mesma coisa, tentar não cair, porque você caindo você perde ponto, não deixar quebrar a fantasia porque você perde ponto, ou você vai se machucar. E tentar curtir o melhor possível o desfile, porque é o estratchan que a gente fala aqui, que é o que a gente espera depois que a gente fez todo esse período de ensaio, de preparação de fantasia. Então é o melhor momento, é o desfile. Nossa, é maravilhoso, é sem palavras, gente. É só vivendo para você estar sentindo as pessoas nas arquibancadas se aplaudindo. Nossa, é fantástico. لن يعرف التعب طريقه إلى هنا الليلة. وحده الصباح من سينذر الحاضرين بانقضاء الوقت، وإلى أن يحين ذلك سيمارس البرازيليون ما يجدونه أكثر، الفرح. في الكرنفال وحده تضمحل الفوارق وتختفي، يصبح الليل نهاراً والفقير غنياً، وأكبر احتفال في العالم يصبح
التحدي الأكبر. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, Carnaval 2013! Vença forte, já, né? Vença forte, é vídeo! Tem muitas palavras, mas eu vou tentar explicar. Você está representando.